مساء الخير وبجدد التحية بحضراتكم. في الفقرة دي هعرض لحضراتكم تحقيق مصور من داخل سوق العبور، بنحاول نوصل فيه اللي يخلي كيلو الخضار ابو 2 جنيه يجي لك في البيت ب 15 جنيه، مشكلة صح؟ والسمك وغيره. مش هضيع وقتكم، يلا بينا نروح سوق العبور. مشكلة كل بيت النهاردة هي ارتفاع الأسعار، أسعار الخضر والفاكهة والأسماك، وطول عمرنا بنسمع إن أسعار السلع دي في سوق الجملة بتبقى رخيصة. طيب إيه اللي بيخلي سعرها مرتفع بالشكل ده لما هي رخيصة في سوق الجملة؟ علشان كده قلنا نروح سوق العبور للجملة نشوف الحكاية على الطبيعة، ونسأل السؤال المهم: إزاي يبقى سعر كيلو الخضار جملة ب2 جنيه مثلاً ويتباع لي واللي يتباع لحضرتك عند الخضري ب8 جنيه؟ ايه اللي مخلي فرق السعر الرهيب ده بين سعر الجملة وسعر التجزئة؟ السلام عليكم. 30 35 32 32 32 30 30 31 31 من 2 32 32 يطلع 32 300 250 200 150 100 50 30 20 10 جنيه 10 5 جنيه. طب الطاولة كام كيلو؟ دايما تقطع بقى، هي عربية السيارة هيوزنها؟ لا مش هيوزنها، هي كده خد بقى، احنا بنات 5 جنيه كلها. ايه الطاولة كلها بخمسة؟ اه 200 100 50 60 50 40 30 اسمك. الطاولة دي كلها ب30 جنيه؟ اه دي 20 كيلو. اه دي كانت 20. 500 400 300 200 و20 30 50 50 100 50 55. الله يسلمك. مصر فيها 13 مليون فدان مسطحات مائية، ورغم كده بنستورد 400 ألف طن سمك سنويا، إزاي ما نعرفش؟ بس هو ده اللي بيحصل. المساحة دي لو في بلد تانية كانت أكلت قارة بأكملها سمك، ورغم ده أسعار السمك في بلدنا مرتفعة، والنتيجة إن المواطن العادي لما يحب يأكل سمك يدور على أقل نوع سمك وبأقل سعر، وكأن مش من حقه يأكل إلا نوع معين. لما رحنا سوق العبور لقينا كل أنواع السمك وأسعارها في متناول الجميع، لكن سعرها خارج سوق العبور أجارك الله. وعشان نعرف المشكلة جاية منين كان لازم نقعد مع كبار تجار سوق السمك. السلام عليكم يا حاج رمضان. السلام عليكم. زي ما انت زكا حاج محمد. زكا حاج مصطفى. انا لفيت في الفجر كده وجيت هنا وابتديت اشوف السوق والمزادات والحاجات دي. مين بيحدد سعر السمك؟ التاجر المعلم الكبير
ولا مين؟ عرض وطلب. عرض وطلب؟ يعني انت دلوقتي يا استاذ محمد في هنا 5-6 تجار يحتكروا السوق ويقولوا البوري بكذا وكذا؟ احنا عندنا هنا في السوق نظام مزادات يوميه، عرض وطلب. المنتج بيبعت السمك في السوق كله لكل التجار، بتمشي نظام مزادات يوميه، في منافسه شريفه بين التجار، بالتالي على حسب كميه الاسماك اللي جايه بيتحدد السعر. يعني مفيش تاجر معين يقدر يحدد سعر، دي مرفوضه شكل. يعني مفيش احتكار نهائي بتحديد سعر السمك. ده نظام مزادات يوميه بيتعرض السمك على حسب، يعني ممكن السعر يقل دلوقتي، ممكن يقل بعد ساعه، ممكن يزيد بعد ساعه، على حسب كميه السمك الموجوده وعلى حسب تجار التجزئه والحاجه المتاحه. طب يا حاج محرز، لما انا اجي اشوف هنا مثلا، انا حضرت مزاد وشفت سعر البولتي ب 13 و 14، ايه اللي يخلي السعر انا اخده كمستهلك اكتر 100% و 150%؟ لا يمكن لتاجر جمله ان هو يتحكم في السعر. يبقى اللي بيزود السعر هو تاجر التجزئه. تاجر التجزئه بياخدها من سوق العبور، بيخرج بيها يبيع اللي هو بالسعر اللي هو عايزه. هو بقى اللي بيبيع في الزمالك، اللي بيبيع في المهندسين، اللي بيبيع في شبرا. والله حتى لو في شبرا وفي اي حي شعبي يبيعوه غالي، واخد بال حضرتك. انما تاجر الجمله في سوق العبور لا يتمكن من ان هو يفرض سعر على اي تاجر تجزئه. تاجر الجمله بيعرض البضاعه بالبيع بالمزايده العلنيه. وده زي ما حضرتك شفت كده المزادات، واحد بيزود على جاره او على زميله في المهنة، مفيش حد ليه مكسب في حاجه وهيسيبها. طب استاذ مصطفى، السمك اللي بيجي لسوق العبور كله مزارع؟ بالنسبه لحضرتك للبوري والبلطي بيبقى في مزارع، وفي برضه من بحيره المنزله. الاغلبيه من ايه يا استاذ مصطفى؟ في سمك مزارع، وفي بحيرة ناصر وبحيرة المنزلة. الأغلبية للمزارع؟ الأغلبية للمزارع. طب عندك تفسير إن إحنا عندنا كل البحار دي بحر أبيض وبحر أحمر ونيل والسمك غالي بالشكل ده؟ عندنا بخور، بس المشكلة فيها إن قلة السمك فيها ظهرت في الكام سنة اللي فاتوا، غير مثلا من 10 سنين أو من 15 سنة. نعم. تمام حضرتك، كان في الإنتاج كان زيادة وكان بيكفي. نعم. ما كانش لسه حد بيتجه بالنسبة للمستورد. فبالنسبه لكام سنه اللي فاتوا ان البحر بقى يطلع انتاج قليل جدا، فبدا البديل بتاعه بقى الناس تستورد سمك مستورد عشان تغطي الانتاج المحلي. في مواسم مثلا زي عيد اضحى بتاع السمك بيبقى نازل في الارض 3-4 ايام، كانوا بيبيعوا صندوق المكرونه ب 200 جنيه بتاع الخميس. وده غالي ولا رخيص؟ رخيص يعني، المكرونه بتبقى ب 5 جنيه. البياع بره جيش يبيعها ب 30، يبيعها ب 40، انت مش هتمشي وراه. البياع اللي جاي ده عمر البورتي مزارع على 16 جنيه عمره. انا ملاحظ ان انتوا بتبداوا المزادات هنا من الفجر. بالظبط، احنا بنبدا المزادات اليوميه بتبدا من بعد الفجر، بيبدا السمك بيجي مثلا قبلها بساعه او ساعتين، تبدا تجار التجزئه تكون جت عشان كل واحد يلحق يروح السوق اللي هو رايح. يعني ما ينفعش يبدا متاخر عشان لسه التاجر التجزئه ده هياخد السمك لسه يروح للمكان اللي هيبيعه، ودي حاجه طبعا سلعه يوميه لازم تستهلك في نفس اليوم على طول. زمان الواحد يوع على فكره بعد ما تشتري السمك يدي لك وقت جمبري، ايه اللي حصل وخلى الجمبري ب 200 و300؟ لا اقول لحضرتك، التوقيت وقوف 650 مركب سفينه صيد بتقف من شهر 4 لشهر 10. نعم. دي كل مركب بيحتوي على من 30 ل 50 فرد. دي بتبقى باور طاقة ست شهور كاملة، لمدة من شهر 4 لشهر 10. ست شهور ما بيشتغلوش. ما بيشتغلوش علشان ايه؟ مين اللي مطلع القرار؟ الحكومة. الحكومة ليها وجهة نظر. ايه هي؟ وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية، على اساس ان دي فترة تفريخ بيحافظ على الزريعة. وللاسف اللي بيحصل العكس، انت بتوقف اسطول الصيد المصري وبتسيب الفلايك الصغيرة تجرف الثروه السمكيه في المياه الاقليميه المصريه. عشان كده الاسطول بتاعنا بيضطر انه يطلع لاريتريا واليمن والسعوديه، وللاسف الشديد الصياد غصب عنه وبيتضرب عليه نار، والمراكب بتتحجز وبتتمسك لانه طالع بطريقه غير شرعيه. اقتراحك ايه؟ اقتراح ان الدوله لازم تشوف اليه قانونيه، اتفاق دول مع دول. للسعوديه مثلا على سبيل المثال، في عندهم السردين في الصيف بيجرفوه بالكركات. احنا كحكومه نعمل ايه؟ احنا كحكومه نتفق مع الحكومه السعوديه بتقنين وضع المراكب الصيد المصريه انها تسرع في فتره الصيف عشان تاخد من عندهم السلعه اللي هم ما بيستعملوهاش خالص. انا ملاحظ حضراتكم بدل وقمصان وكده، لما وانا جاي سوق السمك وفي سوق العبور كنت بتصور هلاقي جلاليب، ويعني شفت، بس انا ملاحظ كمان
التعليم باين والثقافة باينة. انت درست ايه يا حاج محرز؟ انا معايا دكتوراه في العمارة الداخلية سنة 83. بس هنا مكسب حلو. لا والله هو مش موضوع مكسب قد ما هو موضوع اسم عيلة. يعني احنا شغالين من كام سنة؟ احنا اسم عيلتك في السمك من 1909. 1900 داخل في 105 سنة. انا كنت عايز اقول حضرتك ان في الفترة من 2012 ل 2013 حصلت زيادة في التعريفة الجمركية على الأسماك المستوردة. نعم. زيادة عشوائية خلت الجمبري ساوت ما, 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 ما فرقتش بين الجمبري الجامبو وبين السلع الترفيهية وبين السلع اللي بيستهلكها المواطن البسيط اللي هو رغيف الجمبري اللي كان ب 3.5 جنيه. 3 جنيه النهاردة زود جمركه من 5% ل 20% يعني بنسبة 300%. يعني انت عايز الحكومة تقلل الجمارك على لازم القرار ده يتم اعادة النظر فيه حضرتك، لان النهاردة العدالة الاجتماعية بتقول ان انا مش لازم احرم المواطن البسيط من انه ياكل سندوتش جمبري. بعد ثورتين من حق المواطن ياكل سندوتش جمبري ب3 جنيه جرايه حكومة ولا انت بتاكليه جنبه؟ عايز اقول لحضراتكم يعني الخبرة الكبيرة اللي طلعت بقى من هنا. واحد، فكرة ان في تجار جملة زي فيلم شادر السمك يقفلوا السوق على سعر، مستحيل تحصل هنا. في كمية مزادات بتحصل، ممكن اولا في احترام سوق المزاد يخلص يتعمل جنبه مزاد تاني. في كمان كبار للسوق هنا، مش فكرة ناس سريحة. وان كان طبعا للأسف زي اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا كمية اشغالات برا السوق بالهبل مضيعة على الناس دي اكل عيش. بس نصيحتي ليك، لو انت عندك عزومة معتبرة اوعى تروح لاي محل سمك وتشتري، تعال هنا على سوق السمك في العبور هتشتري سمك برخص التراب. يلا سلام عليكم. شكرا. الناس دايما بتشتكي من أسعار الخضار، والغريب يا أخي لما تنزل سوق العبور تلقى الأسعار مختلفة تماما عند تجار التجزئة. والله ومش بس كده، ده كمان تجار الجملة. تجار الجملة هنا في سوق العبور بيقولوا إنه المشكلة مش عنده. أمال المشكلة فين؟ يلا نشوف ونسمع. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ ازيك ان شاء الله يكرمك. قاعدين ايه بتتفقوا على الناس احنا ولا نتفق إيه؟ على ايه؟ ده راجل بتاع تجزئه وراجل مزارع وراجل تاجر وراجل تاجر. امال الحكومه والناس بيشتكوا من حكومه ايه؟ ما انت بتلتمس نفسك على كل الاسعار والدنيا في ركود. ليه الناس عماله تشتكي والحكومه من ارتفاع اسعار الخضار والكلام ده؟ المشكله ان الفلاح عليه تكلفه زياده. هو الخضار بيكلف عليه مصاريف اسمده، ايجارات، ري، موديات، فدي كله تكليف على الفلاح، بيضطر انه يرفع سعره عشان خاطر يلم تكلفته. الا كده الفلاح يبقى مديون ويدان وما يعرفش يسدد عليه. طيب انا بلاقي هنا مثلا كيلو الطماطم بجنيه في سوق الجمله، لكن انا بشتريه في السوق ب4 جنيه، الفرق ده بيروح لمين؟ بالنسبه للنقل وبالنفله فرق الميزان ال50، يعني مثلا القفص ده 20 كيلو وما تبيعي اتباع ب16 كيلو، فرق الوزن. فرق الوزن. عايز اسالك، وزير التموين السابق قرر يعمل تسعيرة إجبارية لما أسعار السلع زادت الخضار، إيه رأيك في قرار زي ده؟ عمر التسعيرة الجبرية ما فادت حد يا أستاذ. لا ممكن تفيدني كمواطن. لا هتولد سوق سودا تاني، هتولد النهاردة عرض وطلب في كل منطقة بسعرها. حضرتك لو ساكن في مصر الجديدة هتلاقي زي ما بتقول الطماطم ب4 جنيه، لو ساكن في شبرا هتلاقي 175 2 جنيه جنيه ونص. ولذلك بتوع شبرا والمناطق الشعبيه بيبيعوا اكتر من المناطق يعني الباقيه. يعني اي مسؤول يفكر يعمل تسعيره جبريه ده ما ينفعش. لا 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 لا، التسعيره الجبريه يا استاذ ما كانتش كميه الزرع مزروعه بنفس الطريقه. النهارده احنا مش عارفين نبيع. طب ما انت جيت والتمست السوق، السوق واقف. في ثلاث حاجات لازم تفهمهم: وفر لي البلاستيك بتاع الزرع، وفر لي السماد البلدي اللي انت بتزرعه اللي بتجيبه النهارده بعد احترامي، وفر الثالثه الارض. النهارده بعد احترامي ليك، فدان الطماطم او اي فدان تحت البلاستيك من 350 ل 400 كيلو بلاستيك، ضرب الكيلو ب 16 جنيه،
الفدان ايجاره من 3000 ل 4000 لخمس حسب المناطق، من 3 ل 5 حسب المناطق زي ما الاستاذ بيقول، واخد بالك؟ الايد العامله الجاز الكل فدان بيتكلف من 15 ل 23000 جنيه. الكميه اللي بيجيبها كام الطماطم؟ من 800 ل 1200 قفص. طب ده بيتحمله الفلاح؟ ثواني، انت كتاجر هنا، انا كتاجر دلوقتي لازم احافظ على الفلاح عشان يزرع، ما هو واخد فلوس مني، لو ما حافظتش على الفلاح عشان يزرع ما هو مش جايب. انت كفلاح انت شايف المشكله فين؟ المشكله انا عندي زرع في السوق ما بنبعش، انا عندي عربيه بتنجان بدل ما كانت بتجيب 4000 النهارده مش جايبه 400 جنيه. ايه السبب؟ في ركود في السوق، في زرع مش ماشي زرع. يعني مفيش مفيش طلب، مفيش تصريف على زرع. على نوعيه الخضار اللي بتبيعه ولا عامه؟ على كله، على طماطم، على فلفل، على بتنجان، على كل الخضار واقف. لو لفيت في السوق تلاقي 3 4000 عربيه واقفه محمله مش عارفه تبيع. المعروض كتير، كتير فوق الوصف، مفيش سحب في السوق. طيب انا لما يتعمل منفذ بره مثلا على سوق الجمله، منافس انا كمواطن اجي اشتري هنا بسعر اقل، المنفذ بياخدوا الحاجه مثلا زي القوطه دي بيعبيه، تلاقي كلها متوسي وبايظه، لكن الزبون عندنا بيروح هياخد الكفه ونقي بمزاجه. حتى لو انت بعت له بجنيه واحنا بعنا ب2 جنيه احنا اللي هنبيع مهما كان. برضه انت عايز تكتر الحاجه دي وعايز تمشي وترخص اسعار، استصلح اراضي وادي الفلاح دعمه زي المشرف، زي سوق له وديه فلوس رخيصه، حاجه رخيصه، المبيد رخيص والحاجه رخيصه، واستصلح ارض، هيجي الحاجه تكتر هنا غصب عنه هيبيع رخيص. دلوقتي في انتخابات الرئاسه اللي فاتت بيجي مرشحين رئاسه وجم زاروكوا في سوق العبور، هل انت شايف ان تجار سوق العبور قوه سياسيه كبيره كده تاثر في الانتخابات؟ احنا قوه غذائيه لا يستهان بيها، احنا يعتبر اكبر سوق في الشرق الاوسط. لو جالك رئيس جمهوريه حالي طلباتك منه كفلاح ايه؟ يريح لي سعر الاسمده، يريح لي سعر البلاستيك اللي بغطي بيه الزرع، يوجد لي سوق للسلعه بتاعتي. فين المصانع اللي كانت بتسحب الطماطم دي لما تزيد في السوق؟ وقفت المصانع دي، اتقفلت. ادوني حلول ازاي اخفض سعر الخضار بالنسبه للمواطن. هو الحل الجذري بتاع الحاجات دي ان انت تدعم الفلاح وتستصلح اراضي عشان تكتر الارض. الزرع بيجي كتير سوق العبور، اضطر التاجر غصب عنه هيبيع كتير، هيبيع باي سعر لان موجود. وبعدين احنا سلعتنا ميه، يعني لازم يبيعها في نفس اليوم، ما يبيعش في نفس اليوم هيرميه. انت ما تقدرش تاخد بضاعتك وتعدي بيها على التجار؟ انا واخد من هنا عمله على اساس ازرع بيها، اشتري بلاستيك، اشتري اسمده، اشتري خراطيم، اشتغل. فبالتالي لازم اجيب الخضار اللي يطلع من عندي عند الراجل ده. وهو بيشتريه بسعر كويس منك؟ اكيد طبعا. حكم السوق النهارده قفص الطماطم 20 ببيع ب 20، 15 ببيع 15. السوق محكمه على الكل. مين بقى اللي بيحدد السعر؟ نسبة القوة الشرائية، يعني العرض والطلب. في 1000 دباب الطماطم وفي 3000 بياع، دول اللي بيحكموا على سعر الحاجة. أنا يهمني كمستهلك زي ما السعر بلاقيه هنا رخيص، بقدر الإمكان لما أجي أشتريه من أي خضري في السوق ألاقيه رخيص. التجار اللي واقفين معايا قالوا لأي مسؤول ولأي وزير تموين هتفكر في تسعيرة جبرية، دي مش هتتطبق لأنها خارج قانون السوق. قانون السوق هنا في سوق العبور او في اي سوق جملة مبني على العرض والطلب. زي ما حضراتكم شفتوا في الجزء الاول من تحقيق سوق العبور، اي حد عايز سمك يصحى ما ينامش، يطلع كمان ساعتين على سوق العبور، هيشتري الطاولة قد كده بأسعار عمره ما كان يحلم بيها. وأسعار الفاكهة والخضار، الفاكهة هنعرضها بعد الفاصل ده. عايز أقول لحضراتكم نقطة مهمة، من خلال تسجيلنا لهذا الحوار ونزلنا لسوق العبور، تعدد الوسطاء، يعني السلعة تيجي من قلب الغيط على سوق العبور على جملة على تجزئة لحد ما يوصلك بسعر قد كده. عشان كده أنا بأيد الفكرة اللي طرحها المشير السيسي إن يتعمل منافس كتيرة جدا في مختلف محافظات الجمهورية. لو دي اتعملت نقدر ننزل الأسواق الجملة دي وناخد منها بأسعار قليلة جدا. يا رب حد يكون شايف وينفذ. بس ايه رأيكم في خير وهو كان بيبيع سمك في المزاد كده؟ بعد الفاصل هنشوف الجزء الخاص بالفاكهة. بس عايز اقول لكم علشان زمايلي بقى اللي قاعدين اهو في قطاع السياحة،
بيقولوا لي ملحوظه مهمه جدا، في سايح اللي بيجي لنا من اسرائيل يا اخوانا بيجي عبر منفذ طابه من طابه للقاهره، بيركب اتوبيس بيقعد 13 ساعه بيمشي طابه السويس القاهره، فده بيعمل وقت كبير. بيقترحوا ان احنا نقصر المسافه من 13 ساعه ل 6 ساعات عن طريق ان السايح ده يجي من طابه للقاهره عبر طريق صدر حيطان او وادي فيران. بس تامين ده، نرجع بقى نكمل تحقيق سوق العبور. واشوفكم بكره في حلقه مهمه جدا هيشرفني فيها محافظ الأليوبية.